البداية من إيران، حيث تتواصل الاحتجاجات السلمية ضد النظام الإيراني على الرغم من حملة القمع العنيفة التي تنتهجها السلطات. وأفاد تلفزيون إيران انترناشونال بمقتل شخصين خلال تظاهرات اليوم في مدينة زهدان جنوب شرقي البلاد، فيما اعترف إعلام النظام بمقتل شخص فقط وإصابة 14. وعبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن بالغ قلقه إزاء معاملة إيران للمتظاهرين المحتجزين والمصابين، وأشار إلى أن السلطات ترفض الإفراج عن جثث القتلى. يأتي ذلك فيما تقول جماعات حقوقية إن ما لا يقل عن 250 محتجا قتلوا على يد السلطات الإيرانية فضلا عن اعتقال الآلاف. وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان رافينا شمدساني إن مصادر كشفت عن سوء معاملة ومضايقة لعائلات المحتجين، وأضافت أن السلطات تمارس العنف ضد مصابي التظاهرات وتنقلهم إلى المستشفيات أو من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز وترفض تسليم جثث القتلى إلى ذويهم. وذكرت رافينا أن السلطات تضع شروطا لتسليم الجثث، إذ تطلب من العائلات عدم إقامة جنازات أو التحدث إلى الإعلام. كما كشفت أن السلطات تحرم مصابي الاحتجاجات المعتقلين من تلقي العلاج. لا شوي هذا ما عديش لخواري تزعني ورا شو. نظرة على الاحتجاجات المتواصلة منذ منتصف الشهر الماضي والتي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني مستمرة، حيث اتخذت منحى أكثر عنفا مع قمع قوات الأمن المتظاهرين في مناطق مختلفة من البلاد. ففي جنوب شرقي إيران وتحديدا في محافظة بلوشستان وعاصمتها زهدان، قابلت قوات الأمن الإيرانية الاحتجاجات التي خرجت في المدينة بالرصاص. المتظاهرون هتفوا ضد المرشد علي خامنئي وقوات البسيج، متهمين النظام بارتكاب مجزرة في المدينة يوم 30 سبتمبر الماضي. مدينة سروان في محافظة بلوشستان شهدت أيضا تظاهرات مماثلة قابلتها قوات الأمن والبسيج بالرصاص. نشاهد. التظاهرات لم تقتصر على بلوشستان، ففي غرب البلاد وتحديدا في مدينة مهاباد عاصمة محافظة أذربيجان الغربية شهدت تظاهرات ضد انتهاكات النظام الإيراني والتي قوبلت بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع. نتابع.
أقليم كردستان في إيران لم يكن غائبا بدوره عن التظاهرات، فمدينة بانا شهدت تظاهرات وحالات كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين، إضافة إلى إطلاق النار. نتابع من جديد. هذا العنف غير المبرر في مواجهة التظاهرات في مختلف المدن الإيرانية المستمرة منذ أكثر من شهر ونصف أسفر عن سقوط المئات بين قتيل وجريح ومختطف. خاموش، هذا كله خاموش كله.